تعالي هنا يا كلب. كل ده قلم تزرفوني على وش يا ابو اشي. انا همشي. لا لا تمشي يا رضا، ما تصلوا على النبي يا جماعه، انتوا اهل ومصارين البط بتتعارك. تعالوا جوه نشرب كوبايتين شاي. يا عم مش فاكر حاجه، انا خرجت من الدش لقيتني متجوز امك. اتكلم كلام كويس لحسن وربنا اشيلك في عينك التانية. المصيبة اللي انت عاملها دي عملتها امتى وازاي؟ والمصحف الشريف ما فاكر حاجة. بس اللي هيجنننا عارفين الواد ناصر اللي اشترى الورشة ده. مين اللي باع الورشة؟ مين؟ بأمي ونزل ايدك من الفلنة. اهم حاجة دلوقتي نطمن على نور ونلاقي المنبه اللي ضايع مننا. كله بيدك، كله بالمنبه الزفت اللي انت بنت بيه دوت. قلتلك ما تلعبش في الماضي، اديك لعبت في الماضي، البس بقى. من ساعة الخناقة اللي حصلت مع العيال اللي عكسوها وهي راقدة في المستشفى مش حاسة بنفسها، دي دخلت على 4 سنين غيبوبة ولما فهمت مش عارفة حتى انا مش عارفاني. يا حرقة قلبي يا بنتي. معلش يا اختي معلش. ابوسك وعوب رجليكي. طنط ممكن ما تعيطيش وتقولينا البت فين؟ خليها تعيط، العياط بيغسل. اخذكم بقى شويه. مش انت السبب في اللي هي فيه؟ السبب؟ السبب ازاي يا ريتو؟ انت بتصدقي الصلع ده ولا ايه؟ ده انا كنت بدافع عنها، ما بتخانق مع العيال بس انا ما لحقتهاش. كتر خيرك يا ابني، ده نصيب قدر ومكتوب. عشان انت طيبه وعلى نياتك وبيضه قوي من جوه. او بيضه كمان من بره، لم نفسك. بقول لك ايه يا طنط، ممكن تقول لنا العنوان فين؟ هات لنا العنوان بتاع المستشفى. انت مين؟ رضا. رضا مين يعني؟ مش فاكراني. لا اله الا الله، البنت عقلها فاكه يا رضا، ده عايزه عمره من اول وجديد. طب سيبك من رضا، مش فاكراني انا. انت مين انت كمان؟ انا عرفان. عم عرفان مين؟ ما بلاش عمو دي، مشيها عرفان عشان نفتكر بعض على نظافه. يا اخي يا اخي حرام عليك، انت جاي تمرسمنا في النصيبه اللي احنا فيها. اقعد بقى امسك في الامراضه وانسى اللي انت حملت في البيت. البنت حرامه يا اخي، حرام عليك يا اخي. بس انتوا الاثنين اللي حرام عليكم، انتوا بتعملوا ايه هنا؟ ايه ده؟ كده كفايه يا جماعه قوي، الحاله كده ممكن تتعب اكتر. انت مين يا سكر؟ سكر دكتور احمد عبد الله الاستشاري المسؤول عن الحاله. طب كويس انك جيت يا دكتور، قول لي بقى الحاله عشان نعرف نشخص المرض انا وانت. للاسف جالها تلف في جزء كبير من المخ. يعني ايه يا دكتور؟ يعني ذاكرها مش هترجع لها تاني ولا ايه؟ اغلب الحالات اللي زي دي صعب قوي ترجع ذاكرتها. اتكلم يا سلك احسن لك بدل ما فك الحمى رخيرك. قلت ادب تجيلي مش هتخلينا اتكلم. بالهداوه يا رضا بالهداوه، خليك معايا انا ناصر، انا اخوك حبيبك الكبير. اه عرفان اللي مشربك الصنعه بالبزازه. قول لي يا ابني العز فين؟ بعت كله المنصور بتاع الربابيك. كله وليد ايه؟ كله يا رضا، انت عايزين ايه بالظبط؟ وانت مال اهلك عايزين ايه ولا جايين في ايه؟ يلا بينا نروح لمنصور، ده راجل خمرجي وزمانه بقى الحش. يلا. انت رايح فين؟ منين؟ هات لي يا ابني شيت ستنسل عشان صوت. الحمد لله رب العالمين، العفش بتاع جدك اهو. الحمد لله العفش موجود تمام. كله الحله البايظ بتاعت امك دي موجوده هناك اهي. تمام كله تمام. ايه المنبه مش موجود؟ لا المنبه موجود، تلاقيه مكنفه في اي حته. ده معفن. فين المنبه؟ المنبه ايه؟ المنبه يا منصور. قصدك المنبه القديم؟ ايوه المنبه القديم ده فين؟ انا ست حدد عليا من اللي بتحب الانتيكات، عينيها وقعت على المنبه ده لفته خطفته على طول. الله الله عليك يا عم زعبور، والست دي بقى ساكنه في انهي داهيه؟ مش فاكر. انا فهمت النماذج ديت. بص يا منصور، منبه ده يهمنا، امسك ال20 جنيه دي
يمكن تشحن لك الذاكره. افتكرت الست دي ساكنه في المقطم. ساكنه في انهي حته في المقطم؟ ولا نروح نلوش احنا بقى نسال فين؟ برضو مش فاكر. سافل امسك اشحن لنا بالعشرة جنيه دي كمان. تسعة شارع تسعة المقطم. ما كفاية توصور. يلا يا عم. ايه اتفتح؟ اتفتح بس بيستقبل. بص يا رضا انا عملت اللي عليا كله معاك، انا هفتكر على الله عشان امك زمان هتستعواني. خرب بيت امي. اوعى تتحرك. انت متاكد مفيش حد في الفيلا؟ ست صاحبه الفيلا سافت حد بنتها. انت بتهبب ايه بقالك ساعه يا عم بتفتح كده؟ اوعى اهو. يلا 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 يا اخويا. في ايه؟ انت ولعت النور ليه؟ معلش يا رضا اصل بخاف في الضلمه. بخاف في الضلمه؟ الوحيده اللي كانت بتونسني في الضلمه امك. انت جننت امك. بتعمل ايه دلوقتي؟ بتعمل ايه؟ وربنا هناولك بالمفك في عينك. بنعمل ايه؟ بندور على المنبه. اه صحيح. طب بص دور انت في الادراك دي وانا هدور في المكتب الحلو اللي هناك ده. يلا 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 سيب المفك ده. يلا يلا حل. رضا 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 لقيت المنبه لقيت المنبه. يلا تعالى تعالى هاتوا تعالى. ايه ده؟ استنى ثانيه واحده. ايه ده؟ الوليه حاطه دواسه بنزين تحت المكتب. دواسه بنزين؟ اه والله دواسه بنزين اهي. يا بنتي اللقيمه ده طلع جهاز انذار. انت مبسوط؟ اه. يا سواد السواد يا حزن الحزن. اصحى يا باشا يا باشا اصحى. جرس الانذار داره. الفيلا بتتسرق. شكلي في حراميه جوه. يا باشا اصحى. صوت جرس انذار في حراميه جوه. اكيد الفيلا بتتسرق. انزل شوف فيه ايه. لا انا بخاف من الحراميه. انزل انت. خافش يا امين. امين في الايه؟ مانع عبد الهادي. اروح اجيبه لك بسرعه. وين انزل يا عبد الهادي؟ انا جاي معاك. يلا بسرعه. ايه 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 ده؟ ايه فين؟ يا ابني اظبط المنبه. بلاش لكاعه ولا انت استحلت القعده. المنبه باص. خلي الليفت ده معاك. منبه مش عايز يشتغل. يا نهار اسود. هنعمل ايه دلوقتي؟ نعمل ايه في ايه؟ لازم نصلح. انت افتح يا اللي جوه. محتاجين زياره يا ابني. افتح يا اللي جوه. بوليس. يا نهار اسود اتقفشنا. الله يخرب بيتك لبيت اليوم اللي عرفنا فيه. خلاص خلاص انا هصل. اتصرف ازاي؟ والنبي اشتغل. والنبي اشتغل. انت سبتني ورحت فين؟ الله يخرب بيت معرفتك لبيت معرفة جدك لبيت المنبه لبيت امك. احنا شكلنا جينا في وقت مش مناسب. بالعكس. اتفضل يا فندم. دول جريوا وانت هتسكت له؟ دول حراميه بقى. اجري 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 اجري. استنى استنى يا رضا استنى. ايه هناخدها ماشي؟ مش عارف. طب نعمل ايه؟ احنا هنركب العربيه ديت ونهرب. ننفذ بجلدنا. طب يلا بينا. الله يخرب بيتك وبيت جدك وبيت المنبه وبيت اليوم اللي شفتك فيه. الله ينتقم منكم. يا ريت بعد الموضوع دوت ما شفتش قله اي حد فيه. ها المنبه.
حرام. الله يخرب بيتك لبيت الزنبلك. حط ايدك. ايه؟ حط ايدك. يا سواد السواد يا الحزن كله، دول اختاف، دول عفاريت بقى. والنبي يا رضا، ربنا يخليك لا ياخدك، سيب الناس دي في حالها وخلي الامور تمشي طبيعي. انا لازم انقذ البت. انقذ البت ايه ونيلت ايه؟ دي البت اتدشملت، انت مش شايف منظرها عامل ازاي؟ تقلقش، المره دي انا عامل ترتيب تاني خالص. ربنا يستر. شجعني. بس اقولك على حاجه، انا قلبي حاسس ان احنا هننجح. حفزني. حس كده؟ يلا يا بطل. شجعني. يلا يا وحش. حفزني. شد واستوشن كده. يلا. الحلوه مالها رفع حاجبها ومحدش عاجبها، محسوبك عطل اللي بيموت في الشهر. يا ولاد المحظوظة. وربنا وحشني. شفتك فين ياض قبل كده؟ هو انت بتقبض على حد غيري؟ انت بتقول ايه ياض؟ لا يا باشا، بقول لك اكيد شفتني في اشاره روكسي. ما اصل انا متسول. طب يلا قدامي، خد على البوكس. مش مزرجل ولا حاجة، بس أنا عايز أقول لحضرتك إن أنا مش شحات. أنا بس يا باشا، بص أنا هو الموضوع منبه. بطوفهم يالا. المساحنة دي شفتها فين قبل كده؟ أنا عرفك منين يا ياض؟ أتعرفنيش يا باشا، بس حلاوة روح. ده هتهرج معايا روح أمك. كنيف. مش عايز أروح الكنيف دلوقتي، مش عايز أروح. اعتبر حلاوة روح جارية من جواريك. ده كنيف ده انسان. طب انا جاريه ازاي بالعشب اللي في وشي ده؟ شوفيتهم يا معلم كنيف، بس ما تبقاش تكتر في الفسيخ بقى. انا جيت هنا غلط. انا غلط. انت شبه ناصر سلخة بالظبط. انا ناصر سلخة. ما تقلقش يا رضا، انا معايا ناصر سلكة بس روسي. ده ناصر سلكة. انا اشرب يلا. شربوا. ابلع يلا. تعالى رضا خد حقك. بقول لك ايه، هو الراجل اللي ضمننا ده اسمه ايه؟ ملخش فيه. حاس الاسام؟ انا خرجت خلاص، بس من دلوقتي انت من طريق وانا من طريق. ليه الغباء ده يا ناصر؟ هو كده ملخش فيه. بقول لك ايه، ما تخنقنيش يا رضا، احسن من نصحى فرجعك الزنزانه تاني. ما تعرفش اي اخبار عن امي؟ امك ماتت من 4 سنين. منه لله بقى. هو مين؟ عرفان الخلب ضحك عليها واستغل ضعفها وشباكها وبيعها اللي وراها واللي قدامها. امك ماتت بحسرتها يا رضا. تعرفش طريقه؟ عرفان لو عارف ان انا دليتك عليه هيطين عيشتي. ده بقى مفتري قوي يا رضا. انا اذنخ. اطلع يا ابني.
أنا مش مصدق اللي بيحصل لي. أكيد ده مش حقيقي. أكيد ده خبوث. تاكسي تاكس تاكس.